لو الحكاية فيها إن فيديو. فكرتنا إن شاء الله اللي هي سعيد نوير، بنسعد بها الناس، وطبعا في الظروف اللي هي بتاعت الكريسماس وكده، ومعانا شريك في الفكرة. أنا عبد الرحمن خالد. فكرنا إن احنا نعمل حاجة نسعد بها الناس، حاجة مختلفة شوية، مش هنبقى تقليديين إن احنا ننزل بابا نويل ويفرح الناس ويسعدها، لا احنا ننزلها بفكرتنا بطريقتنا احنا، إن بابا نويل لما ينزل لما يكون مصري إيه اللي هيحصل؟ هل الناس هتتقبله ولا لأ؟ أو بابا نويل الأجنبي أصلاً الناس هتتقبله ولا لأ؟ القضية بإذن الله اللي احنا هنسعد بيها أطفال من 57 إن شاء الله في المشروع بتاعنا اللي جاي إن شاء الله، ولسه في أفكار تانية مع الجروب بتاعنا كله. نتكلم عن فكرة بابا نويل بالشخصية المصرية. أنا جسدت الشخصية السعيدة في المصري، ومعنى الفكرة وحوار الفكرة إن إحنا مش كل الأجانب، إن كل حاجة بتتدخل فيها وتسعد المصريين، المصري هو اللي بإيده يسعد، وبالذات في الظروف اللي إحنا فيها وبصرف الأجواء والحوادث وبتاع، إن نقدر نسعد الناس على قد برضه إن إحنا نقدر نسعد الناس.